الافتتاح ديال المعهد ديال تكوين ديال حقوق الانسان والاطلاق ديال التسميه ديال الراحل ادريس بن زكري على هذا المعهد. هذا تاكد المكانه في التاريخ ديال حقوق الانسان في هذا البلد ديال المرحوم. ثانيا ارتباط هاد المعهد بالاسم ديال ادريس بن زكري فيه دلاله على انه هذا المعهد هذا تجسد احدى التوصيات الاساسيه ديال هيئه الانصاف والمصالحه واللي تتصر على انه تكوين على حقوق الانسان مساله اساسيه في تثبيت هذه الثقافه داخل المجتمع المغربي. وبالمناسبه اتمنى للمشرفين على المعهد النجاح والتوفيق، وتنأكد كذلك الاستعداد ديال المؤسسه ادريس بن زكري للتعاون مع هذا المعهد في هذا المجال هذا. وشكرا.